السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور بشر العشر، أخصائي العلاج الطبيعي ورئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى منوف. إن شاء الله النهاردة يعني كنا حبينا نتكلم على الـ SL والرباط الأمامي للركبة. دايما الرباط الأمامي مشاكله كتير بالنسبة للعيبة والحركات المفاجئة، ف دايما الإنسان الرياضي مصاب بالـ SL. الـ SL ده من ضمن الأربطة اللي هي تعتبر بتربط عظمتين كبار في الركبة، العظمة اللي هي اللي فوق اللي هي الفيمر والتحت اللي هي التيبيا. في أربع أربطة مهمين: ميديال كولاترال ليجامنت ولاترال كولاترال ليجامنت وال SL والبي سي ال. دول من ضمن الأربطة المهمة بالنسبة للركبة. لكن النهاردة احنا بنركز على الـ SL. الـ SL دايما يجي مع العصر ومع اللعيبة يضرب الكرة ويلف بجسمه على ركبته ويخبط الكرة، يحصل ان هو الميكانيزم بتاع الانجري بتحصل له مع الاكسندد ني وفالجس ستريس. فالـ SL من الحاجات المهمة جدا في التأهيل، ولها طريقة في التأهيل، لأن أنت ممكن تأهلها وممكن تتعامل معاها تبوظ العملية وتضعف الـ SL بدل ما تقوي العضلات اللي حواليه وتحميه تضعف. فدايما المعاملة محتاجة شيء من الحذر وشيء من ان انت تبقى فاهم ايه وضع الـ SL. الحقيقة الـ SL اما بتيجي انت تشوفه وتلاقي فيه حاجات بتحصل مرتبطة بيه، سواء بعض الظواهر اللي هي بتحصل فيها ممكن هو يعني يأثر على العظم سواء فوق أو تحت أو مع الفيبولا نفسها اللي هي خارجية. فما بتيجي تتعامل معاه لازم تتعامل معاه ما تركزش على العضلة الرباعية في التقوية، لأن أنت لو ركزت العضلة الرباعية في التقوية ممكن تشد العظمة لقدام، فكده يضعف الـ SL. فأنت بتأول عضلة خلفية، العضلة الخلفية دي هي اللي تحمي الـ SL. وإن شاء الله إحنا في حبة حاجات مرتبطة بالـ SL هنقولها على كم حلقة إن شاء الله.